كلما ازددنا إيمانا بالله سبحانه، كلما كنا أكثر حفاظا على كرامتنا وكرامة غيرنا كذلك. أنت مطالب بألا تغتاب، أنت مطالب بألا تسخر، أنت مطالب بألا تهين أو بأي وسيلة من وسائل الاعتداء على الناس، كلها محرمة بقطع النظر عن ذلك الطرف سواء كان مؤمنا أو كافرا. قضية لا علاقة لها بالإيمان، القضية لها علاقة بآدميته. قال ولقد كرمنا بني آدم. من جوانب التكريم الإنساني للإنسان أنه لا يأكل إلا طيبا، بمعنى آخر من جوانب حفاظك على كرامتك الإنسانية على سبيل المثال أنك لا تشرب خمرا، لأن الخمر تطيش بعقلك الذي كرمت به، وبالتالي كل الخبائث التي حرمها الله على عباده المؤمنين من خلال المنهج الرباني الذي أنزله في الكتاب حرمها لأن فيها إهانة لكرامته الإنسانية بطريقة أو بأخرى. قد يفصح العلم أو التقدم العلمي عن جوانب من ذلك كما في قضية الخمر وقد لا يفصح، ولكن اعلم القاعدة أن الله حل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، ومن جوانب تحريمه للخبائث التي لا تليق أن فيه إهانة لكرامتك الإنسانية. وكل تلك المخالفات التي يراها الإنسان في المجتمعات المعاصرة التي تدعي زورا وبهتانا أنها جاءت لتحافظ على كرامة الإنسان من خلال تعريته من كرامته وإنسانيته، لا تمت بصلة إلى الكرامة الإنسانية. الله سبحانه وتعالى حرم كل ما يمكن أن يهين الإنسان أو يفقده كرامته الإنسانية التي تكفل الله بها.